يا ابو نجم، يا سيد ابو نجم، سيد راسي. خير ان شاء الله. سيد مساك سيد راسي. اهلين وسهلين. سيد راسي هذا ابنك سرق لي زبيبات وبدي هلا حقه من بعد اذنك ست براغيت. لك شو عم تحكي انت؟ ابني انا؟ ايه نعم سيد راسي ابنك انت. يعني شو قصدك ابني حرامي ما هيك؟ ايه نعم سيد راسي حرامي. اسمعوا لا عيونك التنتين بلحن ها اذا تاني مره بتقول عندي حرامي سمعوا ولا لا؟ نلعب هون لشوف يلا. يا سيد راسي ماني من قلع وماني متزحزح من هون لاخذ ست براغيث شو رايك بقى؟ ايوه قلت لي بدك حقك ما هي؟ نعم سيد راسي. ايه اسمع خود لشوف توقف والله لا يوقف الزلمه شو ها؟ يا نصاب يا محتال يا حرامي بلا ما تبيح الزبيبات ما رديت علي. اخ لك هوي ملكة تلاقي هوي حاسس نار شعلي براسي دخيلكم دخيلكم دخيل. طيب ليش ما رحت لعند ابو صفوان كان وصف لك دهون يبرد عليك شوي؟ خزيت العين عنك شو فتحة وشو فهيمة. ولك ما بكفي روحنا المصاري اللي طلعناهم من زبيبات، ما بكفي انه طلعت صبي حمام، لسه بدك يعني روح عند ابو صفوان واعطيك كريم. لك انت شو انت؟ ما في بقلبك شفاء، ما في بقلبك رحمة، متعودة على البعزة انت يا خدمة، متعودة على البعزة. هوي هوي قديش بدك زبيب سيد راسي؟ اعطيني برغوت. برغوت؟ شو شنو هاي برغوت سيد راسي برغوت؟ والبرغوتين ثلاثة شو برغوت؟ ما يخالف اعطيني بخمس براغي. ايه ها؟ يا عيني عليك الله يرزقك الهي، الله يخلينا البدو، شيك سيد راسي شيك. هاي تفاعي وهي بغوتي صاروا خمسة. اعطيني زبيب اعطيني زبيب انت كمان ايه على راسي ها تفاعي ثاني حكي ها الله يرزقكم الهي. حلاوة حلاوة؟ والله ما عندي حلاوة اخي. استنوني هون علي الجيرة ما تتحركوا هلا بنط فشختين بجيب حلاوة وزبيب وكعك منيحة. الله يخلينا البدو الله يرزق البدو الهي. يلا صلاح يلا مشينا يا الله. أخي أهلين أبو نجيب شو متقلة كتير اليوم؟ يا سيد راسي هدول خيال البدو قال بدهم كعك وزبيب وحلاوة. بس لا تكون بدك تبيعهم بيعلك أبنى. رح أزعلني منك رح أزعلني منك أنا ببيع ضيافي الله وكيلك. لا مصدق كريم كتير أبو نجيب. الله يخلينا أفخي. إيه سيد راسي وين بيعوا حلاوة؟ شو الحلاوة؟ لك حلاوة طحينية شباب حلاوة طحينية. لك حبيبي هدول البدو اي شيء بيقولوا عنه حلاوه ما اخذ لهم ملضمين وانطعم بيمشي لحالهم. الله يخلينا فخي سيد راسي انت ها الله. اهلي ابو نجيب كريم هل بلاش وين راح الرجال الشايب ما جاب الحلاوه والكعك؟ منو هذا الرجال شايب خالي؟ رجال شان هنا بين حلاوه وزبيب كعك وزبيب. هذا ابو نجيب الله لا يوفق يا ابو نجيب مثل ما سيدك كعك وزبيب كعك وزبيب كعك وزبيب كعك وزبيب. شرفوا سيد راسي شرفوا يلا شرفوا. وقفوا يا بضايات علي الجيره ما حدا بيدفع برغوت واحد. ليش ما سيد راسي ما حدا بيدفع ولا برغوت واحد؟ بدك تتكرم كرم من كيسك سيد راسي. هات الاكياس لهون هات. ليش ما؟ منين جايبهم هدول؟ ها؟ من عند ابو صلاح؟ هاي تعطيني اياه هون وانا بحاسب ابو صلاح بحقه. والله؟ لا كثير عم تتفالح، حضرتك بتحاسب ابو صلاح بحقهم؟ وين رحت تعبتي روحتي وجيتي؟ بدك تاخذ لي مربحي؟ بدك تتمربح على كيفك سيد راسي؟ خيره، روح لعند ابو صلاح قول له اعطيني كل الملضمين اللي عندك والحلاوه والكعك والزبيب وقول له ابو شومان بحاسبك بحقهم. اي على راسي. لك شباك عجل لك شوي؟ يلا يلا. روح روح لبين ما يروح يرجع بكون نفاتنا سيد راسي. ابو نجيب نعم تنقلع من هون ولا بنادي للعقيد ابو ادهم؟ وي كل شيء لابو ادهم. لا لا روح الله لا يوفقك العوض على الله سيد راسي الله يقطع عمرك الله يقطع عمرك. لك شو انا بدي اخرب بيتي شو بدي بلبس انا وبالكعك وبالزبيب انا ما بصدق على الله انت بيع الزبيبات. طيب شو بدي بيعهم يا الله شو بدي بيعهم؟ طيب وليش ما رجعتهم لابو صلاح؟ لك ما رضي ما رضي يفضح حليبه ما رضي. طيب شو رايك انا اخذهم ورجع لك اياهم؟
وببركة ما رضي يرجعوا. لا تخاف أنا بخليه يرجعون إلا إذا أنت ما بدك بلاها. لك شو ما بدي ست راسي؟ شو ما بدي اسمع ولا سمع؟ قال ما بدي قال أعوذ بالله أنا اللي بدي. بس شوفي للي ما في روح لحالك ها؟ رجلي على رجلك. خايف لأخذ شي نقلة من المصريات ما هيك؟ ماشي الحال المعاملة مع رب العالمين. قوم لنروح أنا وياك يلا. روحي بسملايتك تستري يا حرمي ما في روحة هيك شو الحكي؟ يلا رايح. كيف يا لطيف يا معبود شو بيطلع مصاري؟ مصاري ذهب احمر عم يطلع. بتعرفي قديش طلع اليوم ست راسي؟ شو معرفني انا؟ يا ستي طلع 50 نحاسه وعشرين وسبعه. وانت شو عرفك قديش طالع؟ هو قال لك؟ لك لا شو هو قال لي؟ ما بيقول هو بخاف حسده. بس انا عديته نحاسه نحاسه. وكنت واقف جنبه وعم ترد عليه رزقته ورزقة ولاده؟ لك مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ومن شر حاسد إذا حسد. لك شو حسد وما حسد؟ شو عم تحكي أنت؟ بس هدول المصاري اللي عم يطلعون أنا أولى فيهم، أنا ابن الحارة، شو بكي أنت ست راسي؟ بتعرفي شو معبود؟ عم فكر اشتري منه. وقديش بده حقه؟ يا ستي بده حقه 3 دهبات. بس انا ما خليته يحس انه انا حابب اشتريه مشان ما يطمع علي. قلت لحالي الحشو الحشو يا ابن نجيب الحشو لبكره خليه يستوي. وانت بدنا لك المصاري وعلى بنا ما معك؟ ما معي انا ست راسي. الله وكيلك ما معي. بس انا شو قلت لحالي يعني قلت لحالي بتديم بعدين بوفي اياهم. والله طاقة القدر راح تنفتح لك يا ابو نجيب والله. ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.